بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصف السادس المتوسط مدارس رياض الصالحين، كمل درس المرة الفاتت. احنا خدنا درس على العمليات على العبارات الجذرية، وكان الأعداد اللي بتجيني أعداد بسيطة وأعداد سهلة، كنت بعمل عملية جمع وعملية طرح. بتجيني نفس المسائل جمع وطرح، بس بيجيني تحت علامة الجذر بيكون عدد كبير شوية. يعني ما يقوليش مثلا جذر 5، يقول لي مثلا 2 جذر مثلا 48 زائد 4 جذر 72. فالارقام هنا ارقام كبيره، هي الجذور كمان هات الجناح ولكنها ارقام كبيره. فانا بعمل تحليل للاعداد اللي هنا ديت زي ما خدنا قبل كده، بحيث ان انا بحول المساله الى مساله ثانيه جديده اقدر اتعامل معاها في عمليه الجمع والطرح. طيب نتعامل مع المساله والنقطه ازاي؟ نشوف كده المساله على النوع ده. برضو هنا على التفصيل، ده مثال صفحة 148، بيقول لي بسط العبارة. 2 جذر 18 زائد 2 جذر 32 زائد جذر 72. طبعا لو انا بصيت هنا للارقام اللي قدامي هلاقي الاعداد دي اعداد كبيره والجذور كلها مختلفه، فانا هبدا اتعامل مع المساله كده. كل عدد تحت علامه الجذر هنا احاول احلله للعوامل الاوليه بتاعته، بجيب مربعات الاعداد عشان اطلعها بره الجذر. في بعض اعداد بتبقى سهله، يعني مثلا زي 19 واحد عارف 18 دي، عارف انها عباره عن 9 في 2. طب ليه ما قالش 3 في 6؟ لان لا الثلاثة ليها جذر ولا الستة ليها جذر، فانا بختار عددين فيهم واحد ليه جذر تربيعي اللي هو 9 في 2 عشان التسعة تطلع بره علامة الجذر الثلاثة. طيب بدل ما اقعد اعمل كده وممكن اقول لك انا احسن حاجة عندي اخد الاعداد دي واعمل لها عملية تحليل، يعني اخد ال 18 واحللها على الاثنين يديني 9، على الثلاثة يديني 3، على الثلاثة يديني 1. يبقى انا حللت هنا ال 18 على 2 فيها 9، على 3 فيها 3، على 3 فيها 1. الاثنين دول اخد منهم واحد بره الجذر، بس لما يجي يطلع بره الجذر يلاقي بره 2 ويضرب فيها، يبقى 2 في 3 في 6، واللي يفضل ده يتحط تحت علامه الجذر اللي هو جذر 2. تاني يجي للعدد 32 اللي ما فهمش يقول خلي بالك، ادي ال 32 على ال 2 هنقسمها 32 تقسيم 2 يديني 16، على الاثنين هيديني 8، على الاثنين هيديني 4، على الاثنين هيديني 2، على الاثنين هيديني 1. كل عددين متشابهين ناخد واحد، هناخد من هنا 2 ومن هنا 2، نضربهم في بعض يوم يطلع لي 4. يبقى انا هكتب بره الجذر 4 في بره 2 تضرب فيها تصير 8، العدد اللي يفضل لحاله واحطه تحت علامه الجذر اللي هو 2. يبقى دي اتعملت ودي اتعملت، الاثنين زي بعض بالظبط. نشوف ال 72، خلي بالنا برضه يعتبر اكني بعيد تاني. تعمل ايه؟ خد ال 72 حللها، ادي ال 72 على 2 7 تقسيم 2 3 يبقى فيها 36. ممكن اقول على السته مباشره بدل ما اقول على 2 على 2 على السته. ليه؟ لان ال 36 عباره عن 6 في 6. يعني انا اقول له على السته فيها 6، على السته فيها 1. جبت الرقمين زي بعض اخد منهم واحده، الستة تضرب في اللي بره، بره ما فيش حاجة. يبقى المعامل هنا واحد، ستة في واحد يديني ستة، وانزل الجذر اللي فاضل اللي هو جذر 2. يبقى الخطوة دي عملناها ازاي؟ خدنا الأعداد اللي تحت علامة الجذر اللي هي الأعداد الكبيرة وحللناها بسطناها بالطريقة ديت، اتحولت المسألة إلى مسألة تانية جديدة خالص. مسألة كلها متشابهة، جذر 2، جذر 2، جذر 2. أروح جاي جامع الجذور المتشابهة مع بعض، طبعًا بجمع المعاملات. 6 مع 8 مع 6. 6 زائد 8 يديني 14، 14 زائد 6 يديني 20، وانزل جذر 2. يبقى اي مساله هتجيني على تبسيط العبارات الجذريه اذا كانت الاعداد تحت علامه الجذر ارقام كبيره، بعمل لها عمليه تحليل للعوامل الاوليه بتاعتها. طيب نشوف مساله ثانيه على عمليه التبسيط. ممكن ما تجينيش بقى جمع ولا طرح، ممكن تجيني مثلا ضرب ولا حاجه.
يعني مثلا يقول لي بسط العباره برضه نفس الصفحه اللي هي 148 يقول لي 3 جذر 2 في 2 جذر 6 3 جذر 2 مضروبه في 2 جذر 6. طيب انا لما اجي هنا اضرب عمليه الضرب بضرب ازاي؟ لما باجي اتعامل مع المساله بضرب المعاملات الاول في بعض بضرب الثلاثه في الاثنين هتقوم تديني هنا 6 ضرب واضرب الجذور في بعض جذر 2 في جذر 6 يقوم يديني جذر 12 بدل ما اكتب بقى ضرب جذر 12 يبقى هي 6 جذر 12 مباشره. باخد العدد 12 زي ما عملت هنا بحلله ادي ال 12 اهي على الاثنين فيها 6 على الاثنين فيها 3 3 فيها الواحد هناخد من دول واحده بره علامه الجذر. العدد ده لما يتكتب بره هيلاقي بره مين؟ 6 يبقى الضرب فيها 2 في 6 يديني 12 والعدد اللي يفضل يتحط تحت علامه الجذر. يبقى انا ممكن ابسط المساله سواء كانت جمع او ضرب ممكن ابسط المساله سواء كانت ضرب. ممكن مساله ثانيه فيها قوس وده نوع يعتبر اخر شيء عندنا اللي هو يجيب لك قوس يعني يقول لك مثلا بسط العباره برضه نفس الصفحه 3 جذر 2 مضروبه في قوس 4 جذر 3 زائد 6 جذر 2. يبقى احنا لحد المساله ممكن تيجي جمع وضرب زي كده ببسط الاعداد ممكن تيجي ضرب ممكن يجيب لي قوس بالمنظر ده. بعمل ايه؟ باخد اللي بره ده بضربه في الاول وارجع اضربه تاني هنا في التاني يعني هفك القوس بمعنى اصح. طب لما بنضرب هنضرب ازاي؟ العدد في العدد والجذر في الجذر. اضرب 3 في 4 3 في 4 يديني 12 واضرب جذر 2 في جذر 3 يديني جذر 6 زائد اضرب الاولى في الثانيه العدد في العدد 3 في 6 يديني 18 واضرب جذر 2 في جذر 2 جذر 2 في جذر 2 المفروض ان انا اقول له جذر 4 وارجع اقول له جذر 4 بيساوي 2. احنا قلنا المره اللي فاتت اذا كانت الجذور متشابهه وبتضربها يديك العدد اللي تحت علامه الجذر يعني جذر 2 في جذر 2 على طول يديني 2 يبقى هتساوي 12 جذر 6 زائد 18 اضربها في 2 تديني 36. واحد يقول لي طلع الناتج. طبعا دوت ناتج ده ما يتجمعش لان الحدود هنا غير متشابهه هنا عدد وهنا عدد جذري في علامه درس سهل ودرس بسيط خدنا الجزء على مرتين في مساله كده برضه في الواجب على العمليات صفحه 149 مساله رقم 85 زي اللي احنا حليناهم بالظبط مسائل بسيطه جدا واشوفكم المره الجايه ان شاء الله.